עוברים לגדוד אחר. זאת אומרת שהניסיון שרכשתם חשוב. ומעכשיו כמה מפקדים יצטרכו לסייע בגיבוש גדודים חדשים. רפי, מה אתה צוחק? אני רוצה להישאר עם החבר'ה. רפי, אנחנו לא חבר'ה. אנחנו צבא שצומח ומתארגן. ומעכשיו כמה חבר'ה יצטרכו לעבור למקום בו הם מועילים יותר. לא מקום שהם רוצים להיות, אלא שהם צריכים להיות. אתם אנתם כזועמאים, סיאסיים, וזועמאים רוחיים. يا ويلتنا من الزعماء الروحيين من علماء الدين شيعة وسنة يا ويلتنا من هؤلاء إن لم يعنكم كزعماء سياسيين وزعماء روحيين وكقادة فكر وبناة رأي عام من محللين وسياسيين وصحفيين ومفكرين وكتاب وأدباء وشعراء إن لم يعنكم فهذا الأمر بالضرورة يعني الأجيال المقبلة يا إخواني. لماذا نخون مستقبل أجيالنا إذن؟ نحن تخلينا عنا عن حاضرنا وعن مستقبلنا، فماذا عن مستقبل الأجيال الأخرى؟ ستلعننا هذه الأجيال، أنا متأكد أنها ستلعننا. نحن اليوم حين نقرأ كيف أنشئت وكيف أسست إسرائيل نكاد نلعن عرب ذلك الزمان. ما رأيكم؟ لأنه كان بالإمكان وبسهولة والله ألا تقوم إسرائيل، لكنهم لم يفعلوا شيئا تقريبا لكي يحولوا دون خيام إسرائيل. وفكروا لعبة بسيطة، لعبة بسيطة تقوم وبعد ذلك إذا قررنا فنستطيع أن نزيلها في يوم كما كانوا يقولون إلى عشية الهزيمة. النكبة مش نكسة، نكبة حقيقية، نرميهم في البحر، في البحر وانتهى كل شيء. الآن نكاد نلعنهم، نلعنهم لجهلهم، لاستهتارهم، للا مبالاتهم، لخيانتهم لنا. كل ما ندفعه الآن من أثمان على فكرة الآن ليست فلسطين وحدها، طبعا فضلا عن أن تكون غزة وحدها، لا لا، ليست فلسطين وحدها التي تدفع الثمن، الكل سيدفع الثمن. انتبهوا، اقرأوا، استيقظوا، احذروا، الكل يدفع وسيدفع، الذي لم يدفع بعد سيدفع، وهم مصرون على أن يدفعوكم الثمن. بحجة ماذا؟ ما أحسن هؤلاء الاستراتيجيين الغربيين المتصهينين في الوعظ، وعظ جيدون جدا، ما أحسن وعظهم؟ قدرة غير طبيعية أيها الإخوة على الصلافة والوقاحة. الجنرال الأمريكي المتقاعد رالف بيترز عنده خطة، مش مؤامرة، انتبهوا، العرب يعشقون المؤامرات، يعبدون المؤامرات، كل شيء بحولوه لمؤامرة، حتى الشيء الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار يقولون مؤامرة. مش مؤامرة، خطة واضحة مكتوبة في مجلات، هذه المجلات غير سرية ومتاحة عن النت، المجلات هذه كمان مجانا، بتنزلها قبل من 2008 وبتنزلها الآن زي ما هي موجودة، ما حذفوهاش تماما، مثل ما قال إيه موشيه ديان في يوم الأيام، لأن العرب لا يقرؤون. صحيح والله، صدق هذا الكذوب، العرب لا يقرؤون، قال وإذا قرأ لا يفقهون، قال وإذا قرأوا لا يفقهون، وإذا فقهوا لا يعملون. دعون كلام، دعون كلام وحكي وشعر، قتلتنا عقلية الشعر إحنا. طبعا ما فيش حدا بيعرفش نزار قباني ولا محمود درويش ولا سميح القاسم، كل الدنيا كل العرب، بس مين من العرب بيعرف جمال حمدان مثلا، حامد ربيع، ها، عقول عربيه استراتيجيه ضخمه مفكره مثلا؟ لا لا لا، والذي سمع من منهم قرأ لهذا او لذاك او لذلك؟ لا احد طبعا. لذلك البلاء حائق حائق، وهو بلاء ماحق ايها الاخوه، ماحق. هذا رالف بيترز الجنرال الأمريكي المتقاعد يكتب في دورية القوات المسلحة الأمريكية Armed Forces Journal، يكتب فيها 2008، يدخل على النت اكتب Armed Forces Journal موجودة، واكتب رالف بيترز موجودة إلى، عن الحدود الدموية، حدود الدم، Blood Borders، كيف سيبدو الشرق الأوسط الأفضل، How a better Middle East look، would look الأحرى، كيف سيبدو، كيف سيغدو الشرق الأوسط الأفضل. يبدأ بموعظة ممتازة جدا، الرجل منحاز للعدالة، يقول هناك إثنيات، هناك أقليات، هناك شعوب مظلومة، من الذي ظلمها يا سيد بيترز؟ يقول سايكس بيكو، سايكس وبيكو يعني الإنجليزي والفرنسي، الاستعماران الإنجليزي والفرنسي ظلموا هذه المنطقة، هذه المنطقة تستحق أحسن مما هي فيه، أحسن من هذه الأوضاع الكئيبة. وعظ جميل جدا ما شاء الله، لصالح من يعني؟ لصالحنا. وطبعا ينهي المقالة
بأن هذا المقترح الذي اقترحه وصوره في شكل خارطتين تو مابس يعني قبل وبعد الشرق الأوسط قبل وبعد، قال لا يمكن يستحيل، يقول يستحيل أن يتم بغير دماء كثيرة تسفك، وهذا لا يمكن الحلول دونه، لازم تصير مجازر ومذابح وملايين يموتوا. معناها داعش لسه هذه تحت الحساب، هذه لقمة لسه، واللي بيصير في سوريا هذا نموذج نمط مما ينبغي تعميمه، مما ينبغي تعميمه، والدور زي ما قلنا على مصر والسعودية والإمارات كله، مش كلامي، كلامهم يا أخي، وكاتبينه عادي واضح، ومش واحد واثنين، مش بيترز لحاله، هذا عشرات يتسابقون أيها الإخوة في وضع خطط وتصورات ومابات أو خوارط التقسيم، يتسابقون، مش بس برنارد لويس، هذا الصهيوني الحقود المؤرخ الكريه والعياذ بالله البريطاني المتأمرك الصهيوني هذا ديك تشيني، هذا عمل له مرة في فيلادلفيا حفل التكريم، نائب الرئيس طبعا جورج دبليو بوش صغير ديك تشيني، وبدأ يمدح يكيل المدح جزافا لبرنارد لويس يهودي طبعا، مؤرخ يهودي عمره الآن أكثر من 90 سنة. طيب قال ايش يقول؟ قال هذا الرجل جاء لكي يعمل مستشارا في وزارة الدفاع، ايش علاقة التاريخ والاستشراق والعلم بوزارة الدفاع؟ طبعا هو رجل صهيوني يحمل إرثا من الحقد على العرب والمسلمين. في 2005 ماذا يقول برنارد لويس؟ يقول إن العرب والمسلمين، انتبهوا، العرب والمسلمين كلهم، كل هذه الأمة، إذن أحسن نقول إن المسلمين، والمقصود المسلمين بالذات يعني طبعا، إن العرب والمسلمين يقول أناس فاسدون بالحرف، مفسدون، فوضويون، إذا تركوا لأنفسهم، قُصّرهم، صبيان قُصّر، مغفلون، إذا تركوا لأنفسهم لم يلبثوا أن يصدروا موجات الإرهاب إلى مراكز الحضارة أو التمدن، ولذلك ولأنه لا حل معهم، ما فيش إمكانية أن تحضرهم غير قبيل التحضر، يعني وين إحنا والقرن 19 وأساطير بريطانيا وأساطير فرنسا الإمبراطورية طبعا في تحضير المتخلفين من أمثالنا، في عبء الرجل الأبيض، كانوا يتحدثون عن العبء، حرام، مسؤولية، يتجشمونها، تعبانين كثير هم، كانوا يتجشمون مسؤولية تحضير هؤلاء على الأقل تحت هذه اللغة العنصرية الفائحة بالعنصرية، فجة كاذبة أيها الإخوة زائفة، في نوع من الاعتقاد بأننا قابلون للتحضر. برنارد لويس حتى مع هذا اختلف، قال لك لا، غير قابلين للتحضر. طيب ايش الحل؟ انتم بالامس استعمرتمونا من اجل ان تحضرونا. قال لك هؤلاء ما فيش لهم حل، ولذلك لا حل، ما قالش استعمروا بس، قال الا باعاده احتلالهم واستعمارهم. طيب ما الجديد؟ لا، بلس في شيء زائد كمان، وتدمير ثقافتهم الدينيه وكل تجلياتها الاجتماعيه، بالحرف، انا انقل لكم بالحرف ماذا قال الرجل. وهذا مستشار طبعا، مستشار في وزارة الدفاع الأمريكية يشتغل هذا الرجل، وهذا اللي كتب قبل حوالي 30 سنة وصاغ ورسم خريطة تقسيم الشرق الأوسط كيف ينبغي أن يقسم، وبعدين تلتها خرائط وخرائط من أخطرها وأشهرها خريطة المنظمة الصهيونية العالمية التي نشرتها دوريتها المعروفة بكيفونيم سنة 1982 بالضبط بعد غزو لبنان وطرد الفلسطينيين من لبنان إلى مهاجرهم من جديد. بعديها كيفونيم نشرت هذا المخطط، مخطط تقسيم الشرق الأوسط، ويا ويل مصر فيه، ويا ويل العراق، ويا ويل سوريا، وطبعا السعودية لم تنجو، كل مذكور، لكن أهم شيء قال لك هذول نبدأ بالثلاثة هؤلاء، والبداية تكون بماذا قالوا؟ بالعراق، في 82 بالعراق قالوا، لأنه في المدى المنظور أخطر قوة علينا في المنطقة قالوا العراق. هذول الصهاينة انتبهوا، المنظمة الصهيونية العالمية قالوا إذا لابد من التفكيك، وبدأت البشائر بلغة كيفونيل، بدأت البشائر، بشائر ماذا؟ قال لك بعد ثورة الخميني في إيران في 79، لماذا؟ لأن شيعة العراق، ما قالوش معظم شيعة العراق، قالوا هيك شيعة العراق، كيفونيل قالت
على ذمة هؤلاء الصهاينة ينظرون، كلام غير صحيح، يعني ممكن أن يقال أكثر أو كثير، لأنه في شيعة في العراق شيعة عرب، ولاءهم العرب ولاءهم العراق الموحد أبدا، وما يرضوش يكونوا عملاء وامتداد لإيران، عشان نفهم كيف الأشياء، لأنه حتى مثل هذا المنطق وقد يكون مقصودا دسه. والصهاينة والله العظيم يا إخواني أقسم بالله أساتذة في دق الأسافين، أذكياء، نحن بلهاء، نحن سذج. أنا الشهادة لله وأنا عربي أعترف أن العرب عرب هذا العصر أكثر شعوب العالم سذاجة، لدينا سذاجة وحالة استهبال حتى عند المثقفين، شيء غير مسبوق ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا يا أخي، غفلة غير طبيعية. أنا أيها الإخوة رأيت بأم عيني، بأم عيني محللا صهيونيا في القناة، لا أدري العاشرة وغير العاشرة، المهم في قناة صهيونية، هذا لا يعنيني، يتحدث عن خطاب الملك السعودي العاهل السعودي. نحن هذا الخطاب قرأناه واستمعنا إليه ملقا على لسانه. الرجل أدان إسرائيل دون أن يذكر اسمها، لكن أدانها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى آخره، ولم يدن المقاومة بكلمة، وقبل أيام، وهذا جيد، وإن أتى متأخرا فأحسن من أن لا يأتي أصلا. سمعنا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يقول، وهذه عبارة مهمة جدا ممتازة، يا ريت كل العرب يقولوا مثل هذه العبارة بشكل واضح هكذا ويرمون بها في وجه العالم مش في وجه إسرائيل. قال إسرائيل لا يحق لها الدفاع عن النفس، لأنها بدفع عن نفسي وبدمر كل شيء، بدمر غزة بمن فيها. قال لا يحق لها، لماذا؟ لماذا؟ قال لأنها دولة محتلة. كلام 100% يعني قاطع الحروف، أنت محتلة، ممنوع أصلا نتحدث عن موضوع إيه دفاع، دفاع ماذا يا أخي؟ أنت محتل، أنت وجودك هنا أصلا غير شرعي بالمرة. وأنا حدثتكم أكثر من 220 كيلو متر من غزة مسروق أصلا، قال لك مستوطنات غلاف غزة، هذه غزة تابعة لغزة أصلا، غزة مش 365 كيلو متر مربع، 550 كيلو متر مربع، وسرقتها إسرائيل من 49، معروف تاريخ هذا يا أخي لمن يعرف التاريخ. ما الذي أتى بك إلى هنا أصلا؟ أنت محتلة، وأنت محتلة في الضفة الغربية بطريقة الاستيطان يا أخي، والقدس محتلة هناك، ما هذا؟ أنت دولة محتلة، عليك أن تعود على الأقل إلى حدودك بحسب الشريعة الدولية ودول دفاع عن النفس. وشيء غريب، والعرب ببلاه يرددون جندي مخطوف، خطف الله عقولكم وهي مخطوفة. إيش مخطوف يا أخي؟ خطفوه من حجر أمه، راحوا له في تل أبيب ولا رمات جان وخطفوه من حجر أمه، هذا جاء يقتل أطفال فلسطين. ورأينا على الفيسبوك كيف تبجع أحد الجنود الصهاينة يقول اليوم أنا قنصت 13 طفلا فلسطينيا، والباقي عليكم أيها الكذا كذا يا مسلمون. مش يا فلسطينيون، انتبهوا، يسب المسلمين، أكيد شافوها الشباب، الشباب شافوها، الكبار بيعرفوش فيسبوك كذا، الشباب كلهم شافوها، والباقي عليكم يا كذا، عبارة طبعا إيه لا يحل لي أن أرويها، بذيئة جدا، مثل شكلي ومثل فعلي. يا مسلمون، هو ثاره مع الإسلام، مش مع الفلسطيني، مع الحمساوي، مع الجبهاوي، ومع الفتحاوي، مع الإسلام، كل الإسلام. متى نفقه هذا؟ متى نفهم هذا؟ يا أخي يتحدثون عن تقسيم سوريا، طيب من أيام الفرنسيين، ونفس المخطط هذا اليوم. بنيجي لإيه؟ لغولدبيرغ، وهو يهودي، اللي بكتب في The Atlantic، جيفري غولدبيرغ، بتحدث ويستند إلى رالف بيترز، نفس الشيء، يستند إلى مخططه وبيزن عليه، وبرجع بيستحيي المخطط الفرنسي لتقسيم سوريا. بيترز نفسه تقريبا لم يعد المخطط الفرنسي لتقسيم سوريا، كلهم. العجيب في هذا المخطط الفرنسي القديم الحديث لتقسيم سوريا انه يقول في الشمال دولة حلب السنية، طيب واسفل منها في الجنوب ايش تكون؟ دولة دمشق السنية. طب ليش؟ فهم سنة، خلهم دولة واحدة. قلت لا، واضح جدا، ما بدهم مش اي دوله عربيه مسلمه قويه اذا امكن. طب انتوا بتتحدثوا لغه العرب.